راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 4 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار المعارك والقصف الجوي والمدفعي في الخرطوم وعودة شبكتي سوداني وMTN إلى نيالة، وفاة مواطنة جراء الأمطار الغزيرة في نهر النيل، والنيابة تبدأ التحري في بلاغ ضد والي القضاري، عمليات نحب واسعة في النهوض وانتعاش حركة الصادر بشمال كردفان، واليوناتامس تدين هجوم الدعم السري على سربا، ترحيل 5000 لاجئ سوداني من الطينة التشادية إلى معسكر دائم، والنازحون الجدد في الفاشر يعيشون أوضاعا سيئة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك والقصف المدفعي بين الجيش والدعم السري في مختلف أرجاء العاصمة الخرطوم، خاصة بحري وأمدرمان، مع تحليق الطيران الحربي. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من منطقة كرير العسكرية أهداف في أرجاء مدينة بحري على مواقع وارتكازات قوات الدعم السري. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله في تصريحات أن تنفيذ عملية نوعية قبالة جسر المكنمر يوم الأربعاء، مما أدى لخسائر في الأرواح والمركبات وسط الدعم السري. وأضاف في هذا الخصوص: هنالك عملية نوعية على مدخل جسر المكنمر، تمكنت قوة خاصة من قتل 12 من العدو وتدمير 4 عربات في هذا الموقع، وهذا على سبيل المثال. كذلك تنشط هذه المجموعات في مناطق مختلفة في أم درمان وفي بحري. تمركزت قوات الدعم السري بنيالة في أحياء وسط وشمال نيالة بجانب جزء من حي الوحدة وكرري، في وقت شهدت أحياء كرري وموسي والجمهورية وحي الوادي وعدد من أحياء وسط نيالة عمليات نهب واسعة طالتها. وقال مصدر عسكري من نيالة لراديو دبنجا إن المعارك انخفضت ذروتها مع مناوشات وإطلاق نار متقطع، وقال إن الحياة بدأت تدوب مع هدوء حذر خوفا من تجدد المعارك. وألفت إلى أن قوات الدعم السري نشرت قناصات في الأحياء التي تسيطر عليها في نيالة. أعادت شبكتا سوداني وMTN يوم الخميس بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر إصابة البرج الرئيسي لشركة سوداني والمحطة الأرضية خلال تبادل القصف بين الجيش والدعم السري. وأسادت فرحة عارمة وترحيب واسع بعودة شبكات الاتصال للخدمة بانتظام اليوم الخميس في نيالة. من جهة أخرى قالت هيئة محامي دارفور إن قوات الدعم السري اعتقلت رئيس هيئة محامي دارفور بولاية جنوب دارفور آدم شريف وآخرين مساء الأربعاء. توفيت المواطنة فاطمة محمد كبير موسى 55 عاما الوافدة من الخرطوم وإصابة آخرين في بربر بنهر النيل بإصابات متفاوتة جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بذوابر عادية. وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان أن هطول أمطار غزيرة مصحوبة بذوابر عادية ورياح عاتية بمنطقة بربر بنهر النيل أدى لاقتلاء عدد من الأشجار. بدأت النيابة العامة بالقضارف يوم الخميس التحري بشأن البلاغ الذي تقدم به أعضاء قوى سياسية ومدنية بالولاية في مواجهة الوالي المكلف وآخرين بتهمة التستر على أنشطة النظام السابق. وقال المحامي رمزي يحيى من التحالف الديمقراطي للمحاميين والمشرف على البلاغ لراديو دبنجا إن أحمد هارون وعدد من قيادات النظام البائد نظموا فعالية في قاعة البراء، وأوضح إن البلاغات تتعلق بعدم قيام الوالي بوظيفته والتستر على مجرم حارب. وقال إن النيابة استمعت إلى أقوال أحد المبلغين يوم الخميس وستستمع للشهود
يوم الأحد، وأضاف في هذا الخصوص إنه في مجرم حارب الإجراء القضائي إنك تقبض عليه. ما عمل المسألة دي إنه أحمد هارون جاء وقابل قيادات نافذة في المؤتمر الوطني وقام فعالية تحت السمع وبصر والي القضارف، وبالتالي إحنا طلبنا إنه يتم فصل البلاغ في والي القضارف اللي هو إنه عدم القيام بأعمال وظيفته سواء كان عمدا أو عن إهمال، أيضا التستر على مجرم حارب. تشهد محلية النهود بولاية غرب كردفان هذه الأيام عمليات نحب مسلحة واسعة داخل المدن وفي الطرقات مع حشاشة الوضع الأمني. وقال الناشط أمير سليمان لراديو دبنجا إن مدينة النهود والمناطق حولها إضافة إلى الطرق التي تربط بين المدينة ومناطق الخوي ومركب وغيرها تشهد عمليات نحب مسلح بشكل مستمر على يد متفلتين. وأوضح إن مدينة النهود حدثت فيها عمليات نحب للتأمين الصحي وللصيدلية الخاصة به ومخازن شركة البريوب نهار الأربعاء، إضافة إلى تعرض عربة تجارية للنهب في طريق النهود الخوي مساء الأربعاء. واصلت السلطات التشادية والأمم المتحدة الخميس ترحيل أكثر من 5000 لاجئ سوداني من الطينة التشادية إلى معسكر أردمي بشرق تشاد الخميس. وقال اللاجئ صالح موسى يعقوب لراديو دبنجا إن اللاجئين قدموا إلى الطينة التشادية من مناطق دارفور المختلفة ويعيشون أوضاعا مأساوية. وأوضح صالح إن اللاجئين ظلوا في معسكرات مؤقتة قبل أن تبدأ عملية الترحيل عبر الأمم المتحدة إلى معسكر أردمي بشرق تشاد يوم الأربعاء، وأشار إلى ترحيل 2000 لاجئ يوم الأربعاء والخميس ب20 شاهنة. وأضاف في هذا الخصوص الناس هم بسيطين ما قادرين يسجلوا أساميهم، في جزء منهم في واحدين رخلهم في معسكر شرق التاجة اللي هو ريدمي، هسي حاليا جزء منهم رفعوا 8 عربية، عربية زي ديس 8 عربية ديس فاتو أميس فاتو 12 عربية، هسي حاليا قريب 3000 أميس فاتو زي 1000 الليل بردهم ودهم زي 1000 نفر. شكى آلاف النازحين القادمين من كتم وطويلة بمركز الإيواء الفاشر وما جاورها من عدم توفر الغذاء والرعاية الصحية ومواد الإيواء مع انتشار الإسحالات في عدد من مراكز الإيواء. وكشف إسماعيل خريف وهو عضو بلجان إدارة مراكز الإيواء في أبو شوك لراديو دبنجا أن وجود 5000 نازح من كتم وطويلة في 4 مراكز إيواء بالمعسكر، وأشار إلى وجود نحو 15 مركز إيواء بمدينة الفاشر تضم آلاف النازحين من كتم وطويلة والمعسكرات المجاورة لهما بجانب مراكز أخرى في الولاية. وأضاف في هذا الخصوص الآن موجود لدينا 4 مراكز في معسكر أبو شوك بدءا بمركز إيواء الدوحة في عدد أكثر من 2000 فرد، وفي مركز سلام 2 في أكثر من 2000 فرد، وفي مركز بتاع سلام 3 في أكثر من 3000 فرد، وفي مركز بتاع أبونتون نادي قدوم في أكثر من 100 فرد. وجميع المراكز الآن بيعانوا الغذاء صحة. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أن تقارير متواترة بشأن تزايد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالة بجنوب دارفور. وأوضحت الوحدة في تقرير يوم الخميس إن إفادات الناجيات وشهود العيان أكدت وجود نساء وفتيات محتجزات لدى قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة في نيالة. وأشار التقرير إلى تواتر الإفادات بشأن احتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالة والخرطوم بقرض استقلالهن جنسيا بواسطة الدعم السريع. قالت شبكة صيحة لنساء القرن الأفريقي إن قوات الدعم السريع اختطفت 3 فتيات من الخرطوم في يوليو الماضي واقتادتهن إلى محلية دار السلام بشمال دارفور كرهائن قبل الإفراج عنهن بعد دفع 21 مليون جنيه سوداني. وأوضحت في تقرير إن الفتيات المفرج عنهن استقلت حافلات من الفاشر عائدات إلى الخرطوم. وأشارت صيحة إلى إطلاق صراخ رهينة أخرى بعد أن دفع لقوات الدعم السريع مبلغ 650 ألف جنيه سوداني مقابل إطلاق صراحها. دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو لإصدار تأهد مكتوب على شكل بيان من طرف واحد يدين العنف الجنسي والالتزام بوضع تدابير لمنعه وفق خطة زمنية. من جانبه أعلن عبد الرحيم دوغلو استعداده الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة
في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. أدانت بعثة اليوناتامس بشدة استهداف المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة في محلية سربا شمال الجنينة في غرب دارفور. وقال فولكر بيتريس رئيس بعثة اليوناتامس في تصريح صحفي: هذه الأفعال البشعة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمدنيين وقد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن جرائم حرب واسعة النطاق ترتكب في السودان خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع. وأدعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليا على دارفور ليشمل السودان بأسره وضمان إنفاذه. وقالت إيناس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: المدنيون في جميع أنحاء السودان يعيشون رعبا لا يمكن تصوره كل يوم، بينما تتنافس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بتحور للسيطرة على الأعراض. انتعشت الحركة التجارية للصادر بولاية شمال كردفان بعد أن سجلت تدنيا بشكل كبير جراء الحرب. وقال علي جانو أحد المصدرين لراديو دبنجا أن طريق الصادرات الأبيض بار ومدرمان ساهم بشكل كبير في انسياب الصادر قبل الحرب، إلا أن أهميته وتأثيره قل بشكل كبير الآن بعد تأثر مدينة أمدرمان بالحرب وإقلاق الكباري. وأوضح أن حركة الصادر انتقلت الآن إلى طريق الأبيض وروابا كوستي ومنه إلى ميناء بورسودان. وكشف علي جانو أن انتعاش كبير في حركة الصادر هذه الأيام وزيادة الطلب، وذلك عقب تحويل المصدرين أنشطتهم من الخرطوم إلى مدني. وقال علي جانو لراديو دبنجا: بعد ما الحرب بدت وقامت الحرب ده الطريق أصبح ما عنده تأثير كبير، لأنه الأمدرمان اتأثرت بالحرب. فأنت عشان تصدر بضائع ذاته من المبيض أو من النهود بتمر يعني مضبات كثيرة جدا، حتى أنك تمشي هناك الكباري مقفل وكده. فالناس من بداية الحرب اقتصرت الطريق وبدت تصدر عن طريق شارع مدني اللي هو شارع مروابة المبيض الرهد كوسي. من جهة ثانية، عدد البنوك بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تقديم خدماتها للجمهور يوم الأربعاء تحت حراسة قوات الشرطة. وقال رجل الأعمال علي جانو لراديو دبنجا إن كافة البنوك في مدينة الأبيض فتحت أبوابها يوم الأربعاء تحت حراسة مشددة لقوات الشرطة. وأوضح إن حركة المواطنين في الأسواق عادت بشكل كبير وأدى ذلك إلى الاستقرار الأمني. وأضاف في هذا الخصوص: في ارتفاع في الأسعار الآن، في طلب على الصادر ذاته الآن، صمغ الحشاب من 20,000 للآن ب40,000 وفي طلب عليه كبير جدا. صمغ الطلح الآن من 12,000 و10,000 الآن ل20,000 في طلب. السمسم برضو يعني كان ب20 و22 القنطار الليلة ب43 للسمسم الأبيض والأحمر وبرضو في طلب. دخل الأطباء بمستشفى الأبيض التعليمي في إضراب مفتوح بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي أمهلتها الجمعية العمومية بالمستشفى ابتداء من الخميس، ويشمل الإضراب جميع الأقسام حتى تحقيق المطالب المعلنة. قالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو إن 6 ملايين شخص في السودان على حافة المجاعة. وأكدت المنظمة إن أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد في السودان، أي ما يعادل 42% من المواطنين. وكشف التصنيف إن المناطق الأكثر تضرراً تشمل العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. الخبر الأخير في النشرة: تمكنت حكومة ولاية غرب كردفان من صرف مرتبات العاملين بالولاية عن شهر أبريل الماضي من مال البترول المخصص للتنمية. من جانبها أعلنت وزارة المالية الاتحادية إيداء مرتبات شهر للعاملين في المؤسسات الاتحادية الخميس. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.